طيب بسألك عن المسرحية اللي تأجل تصويرها أكثر من مرة، إيش هذه المسرحية اللي تأجل تصويرها أكثر من مرة بشكل كثير؟ في مسرحية اللي هي مسرحية النمل يمكن صح؟ إيه أيوة. إيش سالفتها؟ والله شوف، أول شيء الظهور الغريب كان يعني الشباب متخوفين وطريقة الظهور ما يبغون يطلعون يعني كنمل. كنمل نعم، كان ممكن يعني نحلة، ممكن فراشة، ممكن. بس نمل أنا ما أقبل. نمل أنا ما أقبل. الله يسامحك، لا تخليني أتكلم عن الشخصيات والكاركترات اللي طلعنا فيها. يعني شوف والله النمل تهون عندي. هينا. ليه في حيوانات ثانية؟ أنا عانيت معاناة. تخيل أنك في أول. لا أقول. أول مسرحية الشجرة كانت. تخيل أنت أول مسرحية ولسه بادي البرنامج ولسه قلنا بسم الله. شجرة. تبدأ شجرة. لا المشكلة مو في الشجرة. أنا لما قالوا لي شجرة انبسطت. عادي. عادي شجرة. شجرة إيش؟ طقوني في شجرة. يا رجل أنا يعني تخللت فيها، شفت لما تطول وانت تروش وتعفط كذا جسمي تخيل كله تكرمش، طلع زرع من راسه، طلعت أقول لك رميت الشجرة ومشيت بسرعة ومجدي يمسك الشاو أص لحد يكلمه خلوه قفلت خلاص. يعني ما توقعت أصلا في يوم من الأيام أني بأوصل أني بكون شجرة. يعني ياما صورنا برامج كورال والبرامج الثانية وسهرتنا برامج كثيرة مع أبو نغم، ما توقعت اني اوصل للانفعال ذاك اليوم. انا انطبخت صدق يعني تخيل ساعه كامله انا في وسط الشجره الشباب قاعدين يسوون بروفات ساعه كامله، هذا لسه ما بدا التصوير. طيب لا تلبسني الشجره خليني. قالوا لا هو لازم، ايوه لازم، يلا لان الشباب مربوطين وين الشجره. فهمت الفكره؟ عشان تكمل صوره صوره المشهد لازم. طيب وش سويتوا في الملابس؟ كيف جبتوها؟ من وين كنتوا تجيبونها؟ ايش التحديات اللي كانت تواجهكم في هالسوالف هذه؟ والله في تحديات كبيره كانت. اول شيء لانه الافكار كانت يعني مختلفه، ما كان الشغل كان اتذكر في ايام السيطره كان في مجموعه من الافكار كنا نبني على الشيء اللي موجود في القناه ونسوي عليه فكره، يعني ما نضطر ان احنا نجيب شيء من الخارج. الان لا، الافكار كلها جديده وكل الاحتياج من الخارج، فكان في اشياء متوفره، في اشياء ما متوفره، في اشياء ممكن نلاقيها، في اشياء ممكن ما نلاقيها، الوقت جدا قصير في التنفيذ، فنبتكر اشياء. يعني مثلا زي النمل، ابتكار، هذا كان ابتكار رهيب من الشباب في لبس النمل. يعني لبسنا اللبس الأسود وركبوا لنا القرون الاستشعار، والماكير جزاه الله خير مهيمن كان يعني جدا يعني متفاني في العمل. فكانت هي النمل هي اللي أخرتنا بسبب أول شيء ديكورها، ثاني حاجة لبسها، ثالث حاجة تقبل الشباب لها، يعني كانت الكل حيكون يعني لابس. فأنا ما راح أتقبل إني أكون نمل في المرات القادمة. هذا حالك يا إبراهيم. لا لا لا، مو بالمقصد كذا يا أخي. شوف أنا أقول القيمة فوق كل شيء. يا سلام يا سلام. ترى القيمة المالية. لا 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 معلش، أتكلم بالقيمة المالية. لا لا هتزعل الإدارة. لا أنا ما لي علاقة، هذاك في المونيتر تصوير في المونيتر نتكلم، هنا ما سلك ما لي علاقة. طيب يا حسين لا تدق علي. لا الله، بالنسبة للهدف وللقيمة اللي إحنا نبغاها توصل، ترى تهون عليك كل الجهد اللي يبذل. اتصل علي احد الاصدقاء المرشدين وذكر، قال يا اخي ايش اللي طلعتوا فيه هذا، مستغرب بدون ذكر اسماء، مسا عليك بالخير من شاف البرنامج طبعا. فقال لي، قال يا اخي انا والله ما توقعت شلون جهاد، يا اخي انتم يعني اساتذتنا في المجال وبهالطريقه. يا اخي تذكرت كلام للدكتور علي العنزي، تذكره ابو نغم المنشد علي العنزي، طبعا من زمان ترك النشيد. قال النشيد منبر ووسيلة توصل رسالة، في حال أن النشيد زين لم يعد يوصل هذه الرسالة نذهب إلى أو نستخدم وسيلة أخرى. فمن الوسائل المستخدمة لإيصال الرسائل والقيم والأهداف يا أخي أنك تدمجه مع أمر آخر حتى إيش يقوى. فلما تجي أنت تمثل وتأدي أبيات لإيصال رسالة، أنت هنا حتى يا أخي أنا لو ما يجيني من البرنامج هذا إلا متابعة الأطفال الصغار له واندماجهم معه، كونك وصلت للكبير والصغير ترى بحد ذاته إنجاز. صح. النشيد يمكن لو تسجله ما يسمع إلا الكبير، يسمع الصغير بس يمكن ما توصله الرسالة، لكن أنت هنا وصلت لأغلب الشرائح. فأشوف أن الحمد لله يعني كان العمل موفق.
والقادم جميل، وترى والله في حلقات لا تفوتكم بس بدون نمل وبدون شجر. لا لا طيب. في اشياء اعظم. طيب استاذ جهاد.